احذر 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 من الشيطان، لأن البعض من الناس إذا أراد أن يقرأ وأخذ المصحف بدأ به النعاس، بدأ به النعاس، نسأل الله العافية، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ها ثم يدخل يده، ها يخرج السواك، لا يخرج الجوال، ثم يبدأ بالجوش. أول كان عندما أراد أن يقرأ القرآن جاءه النعاس، لكن لما أخرج الجوال بدأ من موقع إلى موقع، ها وضحك وهز براسه، نسأل الله العفو والعافية. وين النعاس اللي تهد القرآن؟ عالج نفسك، مريض أنت، والله مريض، قلبك مريض، لو كان قلبك صالح قلبك ما هو مريض، ما حصل عندك هذا الأمر عند تلاوة القرآن. ولذلك يقول رب العزة والجلال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. احذر من هذا الشيطان يا عبد الله. يقول رب العزة والجلال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احذر من هذا العدو اللدود الذي قال عنه رب العزة والجلال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن إذا بدأ بك النعاس انتقل من مكان إلى مكان آخر، يا إلى مكان آخر، حتى بإذن الله تسترد النشاط ويذهب النعاس. أما أنك والعياذ بالله تخرج الجوال ها وما تدري إلا وقد أذن المغرب، يا الله رحمك رحمك. إخواني في الله، لنحذر من هذه الدسيسة الشيطانية التي دسها علينا أعداء الإسلام في هذه التكنولوجيات التي عاش معها الصغير والكبير والحرب والرجل والمرأة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا.